السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متسبح نشر تي في، مرحبا بكم عبر هذا البث المباشر الجديد من أمام قصرية الخيرية بحي سدري. داهمت صباح اليوم السلطة المحلية بمقاطعة ملحقة حي سدري اللي كانت تتكون من السيد الباشا حي سدري و لجنة من عمالة مقاطعة مولى رشيد، وداهم واحد محل لبيع الزيوت والأعشاب على إثر شكايات أن بعض الناس كانوا تيشراو تقريبا ليطرة ديال العسل من 400 درهم حتى 300 درهم، يعني من 400 درهم حتى 300 درهم ليطرة ديال الكيلو ديال العسل. اكتشفوا بان العسل مجرد مغشوش، يعني عباره على كيلو ديال العسل اللي هو عباره ديال السكر كيطلع ب 10 دراهم تتباع للمواطنين، تضحكوا على الدقون الضعيفه، كيتباع لهم العسل من 400 درهم حتى 300 درهم. وعلى اثر ذلك تم حز ما يفوق 600 الكيلو من العسل، عبارة على قنينات اللي هي تقريبا كما تنقولوا حنايا 200 قرعة، 200 قرعة كون قنينة فيها نص كيلو ديال العسل، زائد 400 لتر ديال الزيت مع كامل الأسف. سبعمية لتر ديال زيت أرغان. لهذا الشيء كامل كان اليوم كانت واحد النجنة اللي داهمت هاد المعشابة اللي بحي سدري، داهمتها وبعد يعني التحاليل وبعد هذه تثبت بأن العسل وزيت أرغان وزيت العود اللي هما قنينات اللي تنقولوا حنا 600 كيلو ديال العسل راه مبالغ مالية. 400 كيلو ديال 400 لتر ديال الزيت البلدي اللي هو زيت العود، و 700 لتر من الزيت أرغان، يعني ملايين. وكل هاد المحجوزات تم إتلافها اليوم صبيحة اليوم بأحد الخلاء بحي سدري، تم إتلاف ديالها من طرف السلطات المحلية بعاملة مقاطعة مولى رشيد. تنتمناو عبر هذا البث المباشر، لكن كما تشوفوا كما تسمعوا متتبع قناة شو تي في، كاين بعض المعشابات اللي خاص يتم إعادة النظر فيهم. كاين بعض المعشابات اللي كيوقع بداخل ديالهم يعني خروقات خطيرة جدا، يعني كاين اللي مواد، كاين شحال من مرات تتبع هذيك بيعي هاد العبرة فاني ديال دردك اللي هو خطير جدا. البراوات ديال الارداف باش الانسان تيغلط بزاف الحوايج، ولكن مع كامل الاسف ملي حنا كنا سقسينا في الامر اتضح ان غادي يجي مول المعشاب، غادي يجي قرار من المحكمه في انتظار هذا القرار. حنا ماشي تنقطعوا لبنادم الرزق ديالو، انما راه حنايا تشوف هذا الشيء راه خطير جدا. تيبي لك معشابه خدامة تتبيع تقريبا حزو داخل المحل ديالي، هاد المعشابة راه مشهورة بحي سدري، قصرية حي سدري، حزو ما يفوق 600 لتر من العسل والعسل الحر. وكما تتعرفوا مشاهد قناة شوف تي في، راه كاين العسل تقريبا راه كيتباع ما بين 400 و500 و300، يعني هما تيطلع لهم هما حتى ب 10 دراهم، لأن كيلو ديال السكر كيتصاوب به كمية من العسل زائد مواد كيتخلط به، كيبقى بحال هو عبارة على عسل حر. ولكن بعض المواطنين اللي عندهم درية في هادشي ديال العسل وزيت العود وأرغان، تأكدوا بأن الكميات اللي تتباع من هاد المعشابة كلها مغشوشة. مشاهد قناة شو تي في، كان اليوم راه كنجنا من ميناء
القوات المساعده اعوان السلطه كانوا بزاف ديال الناس يوم اليوم توجهوا مباشره. حنا 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 انفاس حنا باش من باش من يعني انفاس مع المعشابه الذي كان الاسم ديالها. كنخليو السلطات المحليه بقطاع عامات مولى رشيد واللجنة اللي هي مكلفه بان هذا الشيء غادي يدخل فيه حتى يعني لجان طبيه لجان اللي عندهم مواد مختصين في هذا الشان. بزاف ديال الناس ما يمكنش الشاب تضبط البارح بالليل وجاو اليوم دخلوا داهموا المحل ديالو وحزوا كميات وقنينات من العسل ومن زيت العود ومن زيت ارغان اللي تعرفوا زيت ارغان راه تتباع تقريبا حتى 300 درهم اللتر وما فوق. يعني كما تعرفوا مشاهد قناه شو تي في راه الزيت ارغان تقريبا راه لا اله الا الله محمد رسول الله. غير الزيت يقدوا كاع يديروا هما زيت العود كاع. زيت العود عباره على زيت يطلع لهم تقريبا ب 30 درهم 40 درهم ماشي شي زيت اللي هي حره ويخلطوها بعد المواد وهي زيت ارغان تتباع للمواطن المغربي المغلوب على امره بواحد الاثمنه خياليه. المغربي غادي مسكين تقريبا بواحد الليتر ديال زيت ارغان 300 درهم ولا 400 درهم ولا يعني ما ولا الفوق وغادي فرحان اذا به تيتم غادي راه واخد غير واحد الزيت مخلط بواحد المواد اللي كاين مكونات تتشبه الزيت ارغان بالمذاق ديالها تتشبه المكونات ديال الزيت ارغان. ومع كامل الاسف تنتمناو من المسؤولين بعمالة قطاع مولى رشيد يتحركوا تنتمناو. لان اليوم الحمد لله شفنا السيد الباشا مقاطعة حي السدري رفقة الاعوان ديالو رفقة السلطة المحلية رفقة القوات المساعدة مدعومة بلجنة من عمالة مقاطعة مولى رشيد تحت اشراف السيد العامل ولا السيد رئيس الشؤون الداخلية اللي عطى التعليمات وتم اتلاف هذه المواد هذه الكمية اللي تهزت اليوم والداوة للخلا وخووا في واحد المكان وحرقوها. يعني هذا الشيء خطير جدا كما حنا تنشوفوا هذا الشيء خطير جدا 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 على الصحة ديال المواطنين. لان ما يمكنش غادي ناخذ لنا اطرو ديال العسل واللي هو مغشوش وربما هو خطير جدا وربما شي حاجة يقد يتسبب لي ذاك العسل انا غنديروا الدواء يتسبب لي فطارات لا قدر الله يوقع شي حاجة. زائد هو الزيت ارغان تيدار الناس الدواء هادي غادي يلقاو ربما يلقاو ذاك الزيت ارغان كيتسبب في شي ضرر للمواطنين رحمة بالمواطنين ورحمة بصحة المواطنين. والله العظيم هذا الشيء خطير. حنا تنفرحوا ملي تنشوفوا السلطات المحليه متحركه وخدامه وكذا غادي ولكن مع كامل الاسف هذا الشيء هذا المعشابه اللي تنهضروا عليها اليوم ما هي الا نقطه من بحر من المحلات بزاف اللي كاينين. كنتمنوا السلطات المحليه تدخل تنتمنى من اللجان المكلفة بهذا الشأن اللي متخصصين في هادشي ديال الأعشاب يتحركوا وتنتمناو واحد الحاجة في انتظار بث مباشر جديد. بقاو على هادشي.